الجزائريه الا بغيتي تبقى بين قوسين باش تخلي بلاصتك زوينه عند الجزائريين خصك تضرب المغرب. وهو بن شيخه راه مدرب توج مؤخرا مع احد اعرق الانديه بكاس الكاف في الجزائر، وكان عمرو صرح ضد دائما كيشكر المغرب وكيشكر الحفاوه اللي تلقاها في المغرب. بن شيخه مهني، مدرب مهني بروفيسيونيل. بن شيخه مدرب مهني، بن شيخه اهم الاشياء عاش في المغرب. درب جديده، درب طنجه، درب الراجا، 10 سنوات هو في المغرب، عرف القيم ديال المغاربه. وفي اخر تصريح ديالو انا بن شيخه تبعته دابا الان شي شهر، قال لهم انا 10 سنين في المغرب ما عمر شي واحد في المغرب قال لي يا الجزائري ولا وعلى عطاه شي صفه اللي قدحيه. يعني المغاربه الشيم ديالهم معروفه، وكما قلت لك التطور ديال المغرب في كره القدم من سنه 2014 لسنه 2023، لان حنا كنعيشوا هذا الشيء، لان حنا غشطوا ما كنحسوش به، ولكن الناس اللي على برا في شمال افريقيا وفي افريقيا رانا هدا كرويه كبيره كاينه في المغرب، راه الناس الاخرين اللي كيحسوا بها. وزاد انفجرات في نصف نهائي كاس العالم، راه هزيتي البراءه على افريقيا بعد العاميه، ودول الجوار ملي كيشوفوك بانك هزيتي البراءه على المستوى العالي، لانه المصريين ديما عندهم ديك الرياضه العربيه في كره القدم. احنا جايين المصريين واحد تصريح وقال واحد الصحفي فاق نعس فاق لقى حلم بان اناحي عطاه تصريح، ما عرفتش التصريح كيفاش. سي اسماعيل انا جاي عندك، انت انا بغيت نفتح معاك هذا القوس ديال بن شيخه. علاش؟ حيت لانه ملي كنقارنوا واحد جوج ديال المدربين اللي كينتميوا للجاره الشرقيه، بانه هذا المدرب بن شيخه اللي جاورتيه في اتحاد طنجه وفي الرجاء الرياضي وعندك به علاقه كبيره، في نفس الوقت كيجي مدرب اللي هو مدرب منتخب خصو يكون كما قال سير كراكي استاذ ان فيديغاتور اللي غيعطي اللي غيتكلم على التشكيله غيتكلم. مشيتي لواحد المنبر خاص ولا منبر عمومي جزائري كتعطي واحد التصريح ضد يعني اتحاد كروي اللي كما قال سي يوسف قام بنتائج كبيره اللي ما كتماشاش مع ذاك التصريح السلبي اللي عطاه هذاك المدرب. وباش ندخل معاك بعدا في قضيه ديال بن شيخه، علاش انه ما يقدرش يسئل المغرب؟ اول حاجه كتدخل في شخصيه الانسان بعدا. شخصيه الانسان، انت مقتنع بواحد التصريح، انت مدرب منتخب تنزاني ولا انت منتخب جزائري، حيت انت ما عمرهم اول بعدا ما عمرهم يفكروا كاع الجامعه الفيدراسيون الجزائريه انها تعينوا. هذا التفكير بعدا اول حاجه. ثاني حاجه كيف ما قال الصحافه المغربيه قال استجواب، ولكن باش نكون متفق معاك السير كراكي، وهذا الشيء ماشي حيت حنا مغاربه ديما ضريين فين، ولكن حنا من ولينا اتاكين لمن شمال افريقيا، خصوصا التوانسه كيهضروا، الجزائريين كيهضروا، المصريين كيهضروا، شيء عادي. عرفتي علاش السي احمد؟ لما واحد الانسان كتولي عنده ملاعب، كيولي عنده منتخبات ونوادي، كتحقق القاب كيف ما قال سي ابو العال، كنتفق كنشاطر 100% الراي، كيف ما كرويا ولا حتى بنيه تحتيه، المغرب دار واحد ديبار افونسا. يعني الا بغينا نوصلوا ليه خصنا نخدموا، ولكن الا بغينا نبينوا للناس حنا راه ما قاديش نوصلوا، ما نقدوش نقارنوا نديروا المغرب لا كونكيرونس ديالنا باننا غنوصلوا بحاله. لانه كيقول لك واحد الانسان هو انه تبغي توصل لنفس هذاك العمل اللي كيقوم به. دابا الجزائر ما عمرهم غيوصلوا لهذا الشيء اللي واصل للمغرب الا بغاو